اليوم جيت نأدي الواجب نتاعي الانتخابي بمتوسطة عيب شهيد عيب دراجي، ونطلب من شباب تاع ولاية خنشلة كامل يتقدموا لي سونتر تاع الانتخاب باش يفوطيو ونخيروا رئيس الجمهورية. جينا نأديو الواجب نتاعنا هذا العرس هذا اللي عندنا اليوم، لازم نكونوا في المستوى ونطلبوا من الشعب الجزائري مرا سوا راجل يروحوا يديوا الواجب نتاعهم، باسكو هذا واجب ولازم بهذا الواجب هذا نحافظوا على الجزائر تاعنا من كل الاعداء هذو اللي راهم قاعدين يتربصوا بينا. اليوم كمواطن جزائري اتيت الى مركز عيب الدراجي لاداء واجبي الوطني واختيار الرجل المناسب ان شاء الله الذي يقود الجزائر ان شاء الله الى مستقبل زاهر.